واش هرمانوس، السلام عليكم، مرحبا بكم في نهار جديد، مرحبا بكم في فيديو جديدة، مرحبا بكم في شانزليزي. أو شانزليزي فاحنا جينا اليوم نبدلوا شويش الأجواء، اليوم نضربوا دويرة في هذا المكان هذا الجميل، نديروا شويش شوبينغ أما سيدي. وصراحة الجو لحد الساعة فهو جو جميل مستقر جدا، مزيان ما كاينش البرد ما كاينش الصهد، ندوزوا واحد الوقيته هنايا. وطبيعه الحال فاش كنجي شي بلاصه فكنجيبكم معايا، باش ما تبقاش تقول لي ما كتخرجنيش معاك. فين ما مشيت هويت كنديكم معايا صراحه، والسبب كيرجع لهاد الكاميرا هذه الصغيره جدا، وهاد الكاميرا هذه فتيرمون صغيره وليت ديما هازه معايا كنديرها في الجيب ديالي، لان اصلا سميتها بوكيت، فهكذا كتخليني فين ما مشيت شي بلاصه نصور لكم ونجيبكم معايا. دونك هادشي اللي كاين خليكم معنا باش ندوزوا ان شاء الله واحد الوقيته مجموعين ونتلاقاو من بعد. يلا واش شاعر مانوس، مرحبا بكم اليوم في نهار جديد وفي حلقه جديده. سميشه ميشه، وهذه تحيه من قلب خالص لكم الجميع. لقيت هاد البلوزون هادي، هاد الفيست تقريبا ندير ليها 19 يورو و60، كاينه هادي ديري ليها 30 بلاصة 60، ناخذ وحده فيهم غير هادي سخونه هادي بارده. اللي كاس مراهيات تخلص هنا تجمع سرينا. في الاخير خديت داك لا دودون غريز، حيت اون فان كونت واحد لي كوب ولاو خرجوا هذا العام هذا ما مفهوميش، لانه كيديروا لك الكتاف مثلا اوفر سايز وفي الكمام طوال، ولكن في لاطي كتلقاها قصيره. دونك ديك لاكولا اخرى فلقيتها لا كوب ديالها ما عجبتنيش بزاف، كيف ما قلت لكم قصيره واوفر سايز من الكتاف، دونك اختاريت الاخرى. ها هي هنا، وهاد الزاره هذه اللي كاينه هنا نورمال محلات تقريبا هذه واحد شهرين 3 شهور تقريبا في شونزليزي، فكتعتبر من هي اكبر زاره كاينه في فرنسا ومن اكبر لي ماغازان اللي كاينين في اوروب. طبيعة الحال كاينه اكبر وحده كاينه في الاسبان، ولكن هذيك تعتبر بارمي لي غون ماغازان زارا اللي كاينين في اوروب. هادو التونيوات القدام، هادو رونالدينيو مع باريس سان جيرمان، دينيس بيركام هو 600 يورو ديال التونيو، زيدان 650 يورو، ليو هذا جديد هذا مع البارسا زعما، بيكام ديال الانجليز، إريك كونتونا، ها هو فينومينو، تيري أونري، كريس ديال بييرو، كريس مع سبورتينغ،
هو الفينومينو زيزو. درنا واحد السراحه قصيره كلينا فيها صراحه. اللي يمكن لي نقوله على هذا الريستورون هذا هو انه اي واحد تحت الفرصه باش يجي هنايا وكان في لي شونزليزي فكنصحو يجي ياكل هنايا في هذه البلاصه. هذه هو واحد الريستورون اللي هو تركي، عندهم صراحه الماكله الزوينه، عندهم لي بلا، عندهم لي ساندويتش، داكشي عادي ماشي شي حاجه اللي غريبه جدا، ولكن الماكله عندهم زوينه، اللحم فتي، الخبز ديالهم رطب لواحد الدرجه ما كتصورش. دونك اي واحد كيف ما قلت لكم ف كان هنا فيجي ياكل، غنقول لكم الزنقه غوي لا بويسي جو بونس، هادي غتكون هي هذيك. هيا غوي لا بويسي راهو هو تمايا، هو هذا اللي فيه لو سين بالاحمر. نورمالمون راه مورا هاد الكاميون درقنا راك تما كاين شونزيزي، دونك شونزيزي غتدخل معاه ديريكتومون غوي لا بويسي، غتدخل هنا وغتلقى هنايا هاد الريستورون هذا. ما كيعرفني ما كنعرفو ما كندير ليه اشهار، ولكن غير حيت الماكله عنده زوينه ويستحق صراحه ان الانسان يجي ياكل عنده. بالنسبه لا ديكو لومبلاسمون ديالو والكاليتي ديال الماكله اللي كيعطيها صراحه الاثمنه جد مناسبه، وكنصح اي واحد يجي ياكل عنده. لوي فيتون أولا لويس فويتون، هذا هو المغازان اللي كاين هنايا في شونزيليزي، هذا مغازان معروف هنايا. أول مغازان كان دار هنا لأنه داروا مغازان واحد آخر، وهذا هو المعقل الرئيسي ديال هاد لاماخك هادي في شونزيليزي. والفوق كاع داروا واحد كافي، خاصنا شي نهار نطلعوا ليه لأنه شوية كيكون عليه الصف زحام، مي خاصنا شي نهار ولا بدا نطلعوا نشوفوا كيفاش داير. وحدا هاد المعقل الرئيسي هذا فاش داروا ولا غيديروا، لأنه كيبنيو دابا في لوطيل ديال لوي فيتون هنا في شونزيليزي. شوفوا لا ديكو ديال البني دابا، هادو يلاه كيبنيو في لوطيل ولا ديكو اللي دايرين على برا، كتخلي السياح يجيو من العالم كامل باش غير يشوفوا هاد لا ديكو كيف ما كتشوفوها من الناس كيتصوروا حداها. وهذا هو المعقل ديال لوي فيتون هنايا في شارع شونزيليزي. وفكره صغيره فهم كيجلبوا السياح باش يجيو يتصوروا قدام هاد البلاصه هادي. كيف ما كتشوفوا راه ما فيها والو، كلشي مسدود، ولكن غير هاد لا ديكو هادي كتخلي الناس يجيو من العالم كامل باش يتصوروا قدامهم، وكيخليو حتى الناس يتسناو شنو غادي يطلقوا هنايا وفاش غادي يطلقوا لوطيل بطبيعه الحال، فغادي يكون عليه الزحام لانه الناس شوقوهم غير بهاد لا ديكو هادي باش اون فوا غيتحل لوطيل فالناس غادي تحاول تجي باش تجربوا. ما عرفتش بحال العود بحال ما عرفت شنو هو هذا صراحه. شو لي ديتاي ديال هادشي اللي دايرين، هاد الضيف كاملين اللي كاينين فهما كاتبين فيهم السميه، وهنا كاين الكاميرات حاضرين هادشي، لانه كيبان لي بزاف الناس كيدوزو كيبغيو يعرفوا شنو هو لا ماتيير باش مصايبين هاد لا ديكو هادي. هاي كتشوفها مازال مورانا صراحه، واحد لا ديكوراسيون اللي هي زوينه كيف ما قلت لكم، ايدي زوينه وسهله باش هكذا كيجلبوا السياح، اولا واحد ليدي ديال الماركتينغ باش ان شاء الله الا فتحوا هاد لوطيل هذا فتكون عليه واحد الضجه، والناس كاملين غادي يحاولوا يجيو باش يجربوا هاد لوطيل هذا. والله العظيم حتى الشعب الفرنسي اول شعب ولا اكثر شعب شفت في حياتي كيموت على شدان الصف، اي حاجه فيها الصف كيوقفوا يشدوا فيها الصف، ما عرفتش علاش. لي ماغازان لي باتيسري لي كافي لي ريستو ديما كتلقى الصف، ديما فيما تمشي تلقى الصف، ما عرفتش كيتلاهاو يمكن ولا عندهم شي باسون يمكن ديال شدان الصف. يمكن اغلبيه ديال غروند ماك فهم خداو الاتجاه هذا ديال لي زوطيل، لانه كيف ما شفنا لوي فيتون فقبل منها تحل لوطيل ديال كريستيان ديور في افوني مونتين جو بونس، كاين لوطيل دي اغماس، كاين بلغاري، كيف ما قلت لكم كاع لي غروند مارك فهم اتجهوا باش يحلوا لي بروجي ديالهم في لي زوطيل. يمكن لقاو واحد الدومين اللي هو مربح، فكيف ما قلنا اتجهوا لهاد القضيه هادي، وحتى لي باتيسري ولي ريستو ديالهم فهم بزاف لي غروند مارك
ما بقاش عندهم علاقه غير بالحوايج وانما التاج ولا باتيسري لا ريستوراسيون ولي زوتيل سورتو لانه جو بونس غادي يكونوا طلعت الحلقه وفيه واحد نسبه ارباح كبيره وهذه حاجه مزيان. دونك حنا غادي نقطعوا فوالا. دونك دابا حنايا قدام لاخ دو تريونف. عرفتي البلاصه حدا لاك دو تريونف تلاقاو صحاب انستغرام صحاب تيك توك كلشي كيدير دوك لي بوست صور شطيح وسائل التواصل الاجتماعي اش دارو في بنادم. انا كنت كنجي هنا فاش كنت صغير كنا كناخدو دوك لي زاباري فوتو جيتابل ما كتكون فيهم شي 12 تصويره ولا ما عرفت شحال كنتصورو بهم كنمشيو كنخرجوهم وكنلوحو دوك لاباري. ها هو ابل المقر الرئيسي ديال ابل في الشونزليزي. شدوني 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 ما تخليونيش ندخل. يلا نمشيو من هنا. يلا بغيتو ابل؟ لا نمشيو من هنا. الله يرحم بوك. لا لا يلا نمشيو. خليونيش ندخل ما تخليونيش ندخل. شدوني. ها هو بلاي ستيشن هنايا. هذا فيرسيون سليم جديده يلا خرجات. ها الثمن ديالها. هذه الفيرسيون سليم كما قلت لكم لان هذه جديده ماشي الكبيره اخرى. وهذه لا فناك هنا ندخل ولا ما ندخلش. هادشي كيخدموا الشوفاج في هاد لي ماغازان. الا هرقت وحق الله الشوفاج مجهد وما كاينش البرد. هذه الطخوة وهذه الكار كانت عندي الاوسم اكسيون الفيرسيون الاولى. دابا هادي الطخوة وهادي الكاب وهاد الكاب بان ليا فيها عاود كنقول ما عرفت فيهاش. وهذه هي اللي عندي دابا رسم بوكيت 3 هي كنصور بها دابا نيت وما عرفتش بغينا ناخذ هذه وكنفكر مهل التفكير. هادشي عندنا ما نديرو به. وهذا هو اخر ميكرو دي جي اي مايك 2. هذا راه جديد يلاه خرج تقريبا هذه واحد 10 ايام. هذا زوين هذا الميكرو. هذا زوين هذا الناس كتبغي الميكرو. هذا احسن ميكرو يقدروا ياخذوا لانه كتبرونش مع لي تليفون مع لي كاميرا مع اي حاجه احتاجيتو. الثمن ديال عشاق بلاي ستيشن 1 2 3 4. ها هو 5. عرفتو ما بقيتش باغي ندخل شي ماكازان لانه الشوفاج طارقينو مجهد بزاف فدرت بناقص كاع لانه ما كاينش شي برد. زعما نتوما كتشوفوني حال لافيست ولكن عرفتي كيجهدو الشوفاج ما تقدرش كاع دوز 5 دقائق في شي ماكازان راه كتدخل بس تحس راسك بحال هكا تعرق. والله ما كنديرو بلاش. حنا وقفنا شويه نرتاحو انا جونيور خديت انايا شوكولا شو واخده طاليان. خديت طاليان ياك كحله خدا عشان عندنا واحد ياسين في القهوه الله تعالى كتدخل القهوه كتجلس تيرا في بعيد عليك كدير ليه ما ولا زعما ولكن ياسين ديال الطاكسيات هما الطوب واللي عارف شي ياسين واحد اخر كتبوا لنا في الكومونتير باك تعمر الدنيا شويه سي نورمال. ولكن راه ماشي بحال لا بيريود اللي كانت في راس العام نوار بطبيعه الحال لانه كيجيو بزاف الناس هنا في ديك لابيريود. الدنيا عامره ولكن مخفه بارابور زعما الويكاند راه الدنيا خفيفه نقيه والجو حتى هو كيعاون. الصباح قلت انا غنخرج نقدر نصور اليوم نقدر ما نصورش. شويه بدا الشتا قلت ما نصورش شويه ويتسحى وانا نقول اجي نصور لكم شويه.
غير النهار ديالنا مجموعين وصافي كنتحتشوا ضربنا دويره شويه شفنا شويه لي ماغازان تمشينا تصورنا خدينا شي تصاورات زوينين حتى من انستغرام فهادشي اللي كاين قلت نصور لكم النهار كيفاش غادي يدوز والعشيه ديالنا ندوز هاد النهار مجموعين لانه في واحد من الفيديوهات اللي كنت درت قبل قلت بانه ما تخرجت بوحدي ولا تفرجت بو يمكن في الماتش ما يعيطوا لي الدراري قالوا حرام عليك واش حنا هنايا وانت كتقول تفرجت بوحدك وحنايا ما كنتلاقاوش غير باش تعرفوا انه بزاف ديال صحابي هنايا كاين هنا ولكن ما كنتلاقوش بزاف كاين اللي ما عمري ما تلاقيت معاه كاين اللي تلاقيت معاه مره وحده كاين اللي قيفاش كنتلاقى انا وياه لانه غير باغي والريجيون ديالها ايل دو فرانس فتقريبا كبر من قطر يمكن راه ايل دو فرانس بوحدها تقدر دير بحال دابا مثلا نمشي عند واحد الدري صاحبي راه نقدر ندير واحد ساعه ديال الطريق الوغ كو الساعه تقدر تمشي جديده من كازا جديده اولا من كازا الرباط فتخيل دابا حنا غير في نفس البلاصه يعني في نفس لا ريجيون تقريبا خاصك تضرب ساعه حتى ساعه ونص ديال الطريق بعدين بزاف زائد انه الوقت هنا ما كاينش صراحه الوقت ما كيعاونش كيف ما قلت لكم بزاف ديال الدراري صحابي باقي ما عمرنا ما تلاقينا هنا تخيل انه بعض المرات كنتلاقاو في المغرب وما كنتلاقاوش هنايا ومن غير الدراري صحابي كان دي كوزان ديالي هنايا في فرنسا في باغي في ايل دو فرانس والله عمري ما تلاقيتهم بالله تقدروا تلاقاو كيف ما قلت لكم في المغرب وما تلاقاوش هنا لانه كيف ما قلت لكم البعد وزايد انه الوقت ما كاينش الوقت كيدوز بالزربه هنايا تيبقى شويه الوقت يلاه كتمشي كتقدا تقاد الامور ديالك اللي عندك شي غلطه تتقضي وهادو من الحوايج اللي خيبين هنا في فرنسا انه داك لو ريتم دو في شويه صعيب لانه الوقت كيدوز بالزربه زائد انا نهار قصير فضغي كيظلم الحال دونك هادو من الحوايج اللي ما كيخليوناش نتلاقاو هنايا وهذا هو حال ديال الغربه جلسنا شويه ارتحينا لقينا ظلام تقريبا هذه 6 ونص ديال العشيه بجرى الليل وكان كاميرا بدا كيطول النهار قبل كانت 4 ونص كان كيظلم الحال دابا راه ولات ديك 6 و ربع بدا كيطول شويه النهار دونك هذه حاجه مزيانه تما راه كاين واحد المحل نايك كيبان لكم تمايا ها هو هنا هذا راه من اكبر لي ماغازا نايك اللي كاين هنا في اوروبا دابا نورمالمون هنايا كان محل ديال وول ديزني في الاول وسدوه دابا راه غادي يحل مكازان جديد شوفوا لا ديكو دابا راه كاين اللي تخافوا لداخل شوفوا لا ديكو اللي دايرين على برا لانه جا في واحد من اشهر الشوارع اللي كاينين في العالم شوفوا لا ديكو كيفاش دايرين لي ديطاي ديال الجين كيفاش محلول كيفاش متني شوفوا التنيات هنا كيفاش دايرين الصدفات هي كيفاش خارجه صراحه الناس كيهتموا بزاف بهاد الواجهات ديال لي طرافو اللي كيكونوا خدامين بهم وهنا راه كاين باب نورمالمون ها هو هنا كيديروا الكود ديالهم باش كيدخلوا وهذا راه باب ما كيبانش نورمالمون مع من البعد راه ما كيبانش كاع كاريمون نقرب لكم باش تشوفوا لي ديطاي كيفاش دايرين حتى هاد العيبه هذه اللي كتكون في الدين شوف لي ديطاي ديالها كيفاش الكتابه فيها صراحه هاد الناس هادو واعرين في ديكوراسيون ديال هاد لي ماغازين بحال هكا صراحه ها لومبيونس هنا كيف كنقولوا حنا المغاربه هذا جد لي ميبات ما بقى والو دابا لانه صافي راه دابا بدا الليل وبدات كتنزل شويه الشتا شحال هادي ما جاتكم هاد البلاصه هادي فاش جاتكم اليوم باش نبدلوا شويه الجو خرجنا شفنا شويه لي ماغازان واخا كان فيهم الصهد بزاف والشوفه واش داكشي ما ساليناش بزاف شربنا قهوه تمشينا شويه مشينا لاك دو تريون فريتكم الدنيا كيفاش دايره بالنهار ودابا بالليل دابا انا مضوي فيروج فاللي كنتمنى هو انه نشوفكم بخير على خير الفيديو الجاي ما تنساوش دائما دير لي عليكم وهذه تحيه من القلب خالص ليكم وانتوما